السفرجل. تعد ثمار السفرجل من أقدم أنواع الفاكهة، حيث أنه كان يزرع قبل الميلاد بسنوات عديدة، وارتبطت ثمار السفرجل بالعادات والتقاليد الرومانية، يتميز بعدم احتوائه على الماء بكمية كبيرة. فوائد السفرجل: علاج قوي وفعال لأمراض القولون، مطهر ومعقم ومضاد للبكتيريا والجراثيم، مانع لارتقاء مستوى السكر في الدم، يساهم في المحافظة على نسبة الماء في الجسم، ومقوي لعضلات القلب والرئتين.